باستحداث مؤسسة أوني مخبرا للبحث والتطوير، بالإضافة إلى التجهيزات من آخر الطراز التكنولوجي وتكوين المهندسين، تتحول تدريجيا إلى مجمع متعدد الأقطاب يعمل على تحقيق الاندماج الصناعي والانفتاح على عديد القطاعات. جهاز الدفع الإلكتروني TPU يصنع لأول مرة في الجزائر لفائدة بريد الجزائر في وحدة تابعة لأوني دشنت في ماي من السنة الجارية. تماشيا مع استراتيجية الدولة في خلق فضاء صناعي يحمل على عاتقه التكنولوجيا الاحترافية، شجعت الدولة الشركة الوطنية للسياحة الإلكترونية بإقامة مصنع جديد يأخذ بعين الاعتبار الطرف الصناعي. والحمد لله بعد شهرين من فتح المصنع بادرت الدولة الجزائرية على طريق الحكومة بتقديم مشروع إنجاز جهاز مصرفي TPU للشركة الوطنية الجزائرية، وهذا فخر للمؤسسة الوطنية الجزائرية. نخدموه نديروها في لو تيست بون دو 4 جوسكا 8 اور الى كي ديباسي لي 4 لي 4 اور لو كان يكوبي بوندون هاد لي 4 اور افون يحبس. من بعد اون باس لكاش فارادي، هاد لكاش فارادي تيست تو لي سينيو و ايل امبيش ايل امبيش لانترفيرونس تاع لي سينيو باغ اكزومبل كيما لي بورتاب تاعنا اللي هما هنا كلشي ما تخليهمش انترفيري مع لو تي بي. وبهذا تكون أوني قد قطعت شوطا هاما وتكسب بذلك حصة في سوق الدفع الإلكتروني على غرار ألواح الطاقة الشمسية التي مونت بها المدارس الابتدائية ابتداء من هذا الدخول المدرسي.